ما بعدتش كتير عن الفحم. سلام عليك، وحشتنا. بعد علينا وحشت العيال. السلام يا معلم. انا بقى مش فاهم هعمل ايه بالظبط. انت هتقعد في كشك التذاكر بتاعك زي الباشا. هيجي لك الزبون هيقول لك كلمه السر اللي هي بتتغير كل يوم، هيقول لك مثلا المعك في القل 5 و5 كده يعني. حاجه من التراث يعني. عليك نور، هيديك الفلوس هتروح من اول الحلاكيس. طب وانا اضمن منين ان الزبون اللي داخل يشتري ده مش متسلط عليا؟ شوف يا حنتيره، زبون المخدرات بيبقى عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، علشان كده لازم انه حتما تلاقيه ماشي عمال يتلفت حواليه. هيجيلك هيقول لك 5 سياحة تروح بتديله الصنف على طول. بس اوعى اوعى تنسى كلمة السر، 5 سياحة. صباح الخير. يا صباح الزبيب. ها ايه الاخبار؟ الاخبار اخبار عندك؟ انا ما عنديش غير المسا. المحافظ زيارة مفاجأة. ايه ظروفك؟ خلص. انا عايز تذكرة. دلوقتي مفيش تذاكر، كله دلوقتي بالابونهات والحلاكيس. ابونهات ايه وحلاكيس ايه؟ انا عايز اخش اتفرج على عمود 5. ياه اخيرا قلتها. 5 ايه بقى؟ ها افتكر 5 ايه. طب اديك اختيارات، 5 نقاوة ولا 5 شقاوة ولا 5 سياحة؟ يا عم اي 5 خلصني. ماشي يا باشا. حاضر حاضر. انما سيادتك شكلك راجل محترم كده، ايه اللي يجيبك لغايه هنا بنفسك؟ انت تبعت اي حد من صبيانك. شرفت منطقتنا يا سياده الدكتور الوزير المحافظ. محافظ ايه يا جدع انت؟ اولي حنتوه عن سعادتك، ده انا رسم لك صوره بورتريه جوه قلبي. ما ايه لحوا يبلغوك. انت بتضحك على ايه؟ وانت ايه حكايتك يا ابني؟ ايه شغلتك تحقق مع الناس اللي داخله ولا ايه؟ لا يا باشا دي اجراءات امنيه بس. ثواني وجاي لسعادتك. يا نهار اسود ومنيل، حشيش اودي الحشيش ده فين؟ حشيش هو محافظ. يا باشا انا عرفت سيادتك من اول ما شفتك، بس قلت يعني نتعامل معاك طبيعي على اساس نسيبك على راحتك في العمود. يا باشا احنا ما عندناش حد فوق القانون. انت مين يا ابني؟ ده شاب من ابناء المنطقه فني بيعشق عمود السواري، اصله مثقف خريج تاريخ. كنت خريج ايه بقى؟ معهد اللاسلكي. يا باشا استاذن سيادتك في كلمه كده، انا محظوظ قوي ان سيادتك كنت اول زبون ليا النهارده. ايه؟ اقصد اول زائر يا باشا، اول زائر يعني. تيجي يا باشا اعرفك على المكان التاريخي العظيم ده. اتفضل اتفضل سعادتك. اتفضل يا باشا اتفضل. يا باشا انا كنت عايز اطلب من سيادتك خدمه، يعني انا امي بتبيع كشري وابويا بياع صريح في السوق يا باشا، وجات البلديه قبضت عليهم وربتهم في السجن يا باشا. يعني لو كنت سيادتك تعرف اي ضابط في اسم كرموز يعني كتر خير. طب يا باشا يبقى شكلك ما تعرفش حد هناك يا باشا. معلش. لا يا باشا عمود قديم جدا يا باشا، عشان كده مهم، وكان في شويه عمدان صغيره كده بس ما اعرفش راحت فين يا باشا، الظاهر حد سرقه. ورا العمود ده بقى يا باشا في كميه تراب كبيره جدا وواسعه بتاعت ميتين يا باشا، يعني بعيد عن سيادتك يعني. بقى ناس عايشين فيها بقى، ويعني في ناس بقى اولاد حرام بيبيعوا مخدرات فيها يا باشا وحاجات كده. حشيش يا باشا بيبيعوا حشيش في التراب يا باشا. اتفضل يا باشا. لا ربنا يعلي مراتبك يا باشا وتمسك محافظ السلوم يا رب. يا رب يا باشا يا رب. ايه رايك في العمود يا باشا؟ عمود يعني يا باشا. لا وطويل يا باشا، عمود طويل. سلام يا استريشة، تذكرين اخويا. شكرين تعبك يا معلم شاف. يا عم تعبك راحة يا عمنا. ربنا ينصرك على المكافحة يا حاج. لا ربنا ما يطفلك ولعة أبدا. الله يخليك يا عم. كل الجدعانة يا معلم. شكرين يا حاج. الله يا أمه، مش ده المعلم شاف برضه اللي ما كنتش تقوى بتقولي لي ابعد عنه مالكش دعوة بيه؟ كلمتين في الهوا يا بلسان عايز قطعه، نردها لك في الأفراح يا معلم. ما خلاص يا أختي هو نشيد. لا تقول عبجاز. بقول لك إيه؟ أنا عايزك في مصلحة كده. ده أنا اللي عايزك في حاجة مهمة أوي. طبينا بقى. اتفضل. بص بقى يا حاج، انا ما انفعش في الكار بتاعكم ده خالص نهائيا بتاتا. انا كنت هوجه اكبر ضربه لصناعه المخدرات في الشرق الاوسط. طب تضحك يا حاج. يا حاج انا كنت هشمت فيكم تجار الهروين. تخيل بقى اما كان يتعرف ان صبي من صبيانكم كان هيبيع حشيش للمحافظ. محافظ يا حاج. بقولك يا حاج اخلعني من دماغك. اظن يعني مش معقول هتلطخ مشوارك المهني على ايد واحد زيي.
وبالنسبه للكفاله اللي انت دفعتها بعون الله بعون الله هردها لك. ايوه حنتيره، بس انت عارف ان دخول الحمام مش زي خروجه. انا عشان العشره اللي بيني وبينك والعيش والملح اللي كلناه مع بعضينا انا هعتبرك ما دخلتش الحمام من بابه، بس على شرط يا حلو ليه عندك خدمه، لو عملتها لي مش عايز فلوس الكفاله اللي انا دفعتها. لو مش في الشيء رقبتي. لا هي في لزوم الشيء. شوف يا سيدي انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه بالظبط. بص ولا حنتيره، في توريد فحم اكسترا جايه من بلاد بره، حكم الفحم المصري ما عادش له زباين غير الفقراء. التوريده دي بقى هيبقى سعرها حراق، وعشان كده عايزك تلملي شويه من المقاطيع بتوعك. هنلبسكوا اخر شياكه وتركبوا عربيه قلاده، هتنزلوا على المزاد، التجار هيستغربوا شكلكم وهيسالوا اني بقى هكون زارع ناس تتكلم عنكم. دول مين ان شاء الله؟ دول رجاله شوقي بخون. يا ساتر، واللي رمى رجالتهم علينا؟ اصله داخل بيقش السوق باين علينا وعلى الفحم. مين الراجل الغريب اللي معاهم ده؟ انت اخينا لو سمحت وريني عينه من الفحم. ليه؟ ليه؟ اليوم مغاموزي مكاسي مولوزيكا سومو متلاقشي مرسوم معاه الكريس لبومبين استريلاس، عشان معايا خبير أجنبي بيفهم في الفحم كويس جدا، جايبه من كازاخستان عشان يكشف لنا على الفحم قبل ما نخش المزاد، وطلع ما بيفهمش هنخليه يدرب في الأهلي إن شاء الله. بتقول سعادته منين يا فندم؟ من كازاخستان. ودي لها علاقة بالفحم؟ ده دي اللي ولعت في الاتحاد السوفيتي، أنتوا ما بتقروش جرايد ولا إيه؟ إحنا تحت أمر الخبراء وتحت أمر سعادتك. زيوما مغاموزي خاسيمو أتم. إن كان استرول بينست. خير يا فندم. خير إيه؟ الفحم ده مغشوش. ده وزارة البيئة والصحة مش هتوافق عليه، ده مليان خامس بوتاسيوم فاسيوم. ليه بس يا فندم؟ إن شاء الله خير. خير؟ بقولك خامس بوتاسيوم فاسيوم، وأنا بقولك تالت ولا رابع، ده يجيب ارتجاج في المعسل. أيوة، يبقى عشان كده، يبقى كل التقارير اللي جات لنا كانت صح ومظبوطة. يوم واسيع، إنك سيمولا تقارير واسيعة أمول، ده اسمها. أنكروزس بول. أنكروزس سينس كارس. بيقول إيه يا فندم؟ بيكح. بيكح وبيدعي على الظالم والغشاش. ايوه اعتقد يا فندم ان احنا لازم نمشي لان الدسم ده ممكن يولع فينا. موسيقى. انا مش عارف اقول ايه كده، البلد اتملت غش، كل ما اجيب حتتين فحم يطلع فيهم خمس بوتاسيوم فاسيوم. ازاي يعني الكلام ده؟ يعني اسافر بره عشان اشرب حجرين ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. واول ما تخلصوا تخلع انت واللي معاك ورجالتي هيكملوا. وصيه البحر من بيننا وكلنا اتنين، بتهدى الموجه نتعاهد، وتعلى الموجه نتباعد، ونرجع تاني نتواعد، وتاهي البحر من بيننا. بحر ايه يا ابني اللي هيتوه؟ ايه اللي هيتوهه البحر؟ حزيني حزيني، ما ينفعش. ما اعرفش انت متغير بقالك فتره كده، ما في ايه؟ انا يا حبيبي ما ينفعنيش الكلام ده، انا لا اتعامل لا مع هاني شاكر ولا كاظم الساي ولا الناس دي. ايوه ايوه معاك الاستاذ كمال. مين معاك؟ لا مش ممكن بقى، امير الغناء العربي. ازيك يا شعبولة؟ وحشني يا روح قلبي. طب ثانية واحدة، خليك معاك حاجة تليق لشعبان. استنى